السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. كما كتشوفوا غادي نجي داري ولا هاد الحيط هذا، غادي نعملوا له ان شاء الله يا ربي شي ديكور مزيون هنا اللي يجي في هاد الحيط. هاد الديكور هذا تشوفوه معنا ان شاء الله، التفاصيل ديالو كامله من البدايه حتى النهايه. كما كتلاحظوا غنعملوا شاشه بلازما، غنعملوا له واحد الديكور، غنعملوا ايطاجيرات، وغنعملوا واحد الديكور فيه الحجار. المهم شي حاجه زويونه اللي عندي متناسقه في هذا الحيط هذا. كما كتلاحظوا دابا كانت راسي ديك ايطاجيرات، انا عملت 3 ديال الايطاجيرات، وغادي نعملوا حرون الداير اللي هو هذا اللي كندورو. وهاد شاشه بلازما كما كتلاحظوا ما عندهاش حتى الطرف ديال الحيط، لان المكان ديال البريزاس او السوارز ديال التلفازه جاو مع الجنب، يعني فرضوا علينا نعملوا، يعني ما جاوش في الوسط، يعني خاصهم، يعني حنا ملي نخدموا جبرناهم يعني في الجنب، ولكن هكذاك وغنخدمو عليهم وغادي نجيبو الديكور متناسق. يعني واخا ديك السوارز ديال الشاشة بلازما جاو تما، نخدمو عليهم وباش ما تجيش حتى الشاشة ما تجيش كبيرة، وما يجيوش ديك الإيطاجيرات كبارين وتجي متوسطة، ما تجيش كبيرة وما تجيش صغيرة على حسب الحيط. وكنبدا المرحلة كما كتلاحظوا معايا الخوت، تبعوا معايا هاد الفيديو كامل الخوت باش تشوفوا التفاصيل كاملة ديال الخدمة، ويشوفوا الناس اللي عندهم منازل وبغاو يعرفوا يعني الطريقه كيفاش كتجي وكيفاش كطلع الخدمه، واللي عندهم يعني شي حد ناويين يعملوا له شي ديكور شحال هادي يشوفوا التفاصيل الخدمه كيفاش كتكون وكيفاش كتغير. وبالنسبه للمبتدئين الناس اللي باغا تتعلم يشوفوا الطرق ديال الخدمه، وان شاء الله يا ربي كل شيء كيستافد. بالنسبه للخروج ديال الحيط، خرجنا هذا الايطاجير اولا البلاكاس ديالي، خرجتها 10 ديال السنتيم، يعني هادي 10 على 10 عامل، 10 عرض و10 طول، يعني ديك هاد الريطوم اللي كنخدم به دابا 10 طول و10 عرض. ديك الروند اللي داير شفتو انا تابعو، يعني اخرين كنقطع لهم طروفه طوالين وياخد طروفه هاد الريطوم بي كنقطعو وكندورو على حسب الروند اللي عندي في الحيط اللي متراسي من قبل، وكنبدا نفيكسيه. يعني الطريقه الاسهل ديال الخدمه الخوص، يعني هذه الطريقه الاسهل وكذلك تجي مزيانه للخدمه، حسن من الانسان يعمل شي طريقه اللي صعب بها على راسو طريقه سيخرين، كاين الطريقه اللي كيخدم طريقه صعابه. حنا دائما كنخدموا الطريقه اللي كتجي مزيانه واللي انسان كيخدم مرتاح. يعني كاينه بعض الطرق هي مثلا تخدم بالطرق وما ديلكش الوقت بزاف، وكاينه واحد يخدمها مثلا نقدر نعمل فيها مثلا انا يعني يومين، يجي واحد يقدر يعمل فيها 3 ايام او لا 4 ايام، هو يعني كيعمل المسائل الخدمه اللي كديرو الوقت، مثلا ما كيعرفش الطرق اللي اللي يخدم مرتاح وبدين مع ناس وفي نفس الوقت كيربح الوقت وحتى الحاجه كتجي مزيانه. ولهذا تبعوا معنا هذا الفيديو الخاص باش تشوفوا حتى طريقه الخدمه كيفاش عامله، طريقه الريطوم بي، وبلا ما تصعبوا على راسكم وتعلموا الطرق الاحسن ديال الخدمه والطرق الافضل. كما كتلاحظوا كان فيكسي الريطوم بي ديال الريطوم بي ديالي كامل تبعته، يعني كنتبعه بالتكونيار، يعني بالكولاج كتكوليه كامل. شفتو دورت مع الشاشه ديالي اولا المكتبه، كل واحد شنو كيسميها المكتبه اولا الشاشه. دابا من بعد ما دور الريطوم بكامل كنبدا الايطاجيرات، يعني الايطاجيرات يكون عندي مقسمين هنايا، يعني 3 ديال الايطاجيرات كما كتلاحظوا، وفي الجنب ديال الايطاجيرات هبطت واحد العمود حتى للارض، هذيك راهي هبطت حتى للارض. وفي وسط هاد الروند راه يكون الحجر، واحد النوع ديال الحجر ممتاز اللي كيجي ديال القبص وكيجي زويون. المهم تبعوا معنا هاد المراحل ديال الخدمه وتشوفوا الطريقة كاملة ديال الخدمة، الطريقة كيفاش غيطلع الديك. الاخر ديال هاد الروند ديال هاد الشاشة البلازما من تما هادشي داك الكولوار، من تما عادي يبدا واحد الروند اخر ديال القوس، عزيز يكمل يعني هاد الديكور هذا، هادي كتكمل هادي، يعني حتى كيكمل كلشي عاد يبان البلان كامل. هذا الروند هذا يعني كاين اللي كيشوفو دابا يقدر، ولكن ملي تشوفو نتبعو معنا جميع المراحل، الفيديوهات اللي كنشرو كاملين باش الانسان كدي فكره واضحه. كاين ملي كيتفرج يعني نص فيديو اولا كيتفرج فيديو من كيتفرج شي ثاني وكتبقى عنده ديك فكره ناقصه وكيكون عنده الحكم ماشي في محله. تبعوا معنا دابا حنا ملي كنبداو مراحل، يعني كنكونو حنا الحاجه كنشوفوها مثاليه، مثلا انا الحاجه مثلا كنبدا نخدم فيها كنشوفها كندرسها في الدماغ ديالي كنشوفها مثاليه،
يعني ديك الروند انا عارف شنو عايز يجي موراه شنو عايز يكون وعارف امورات كيفاش غتمشي، ولهذا الخوت تبعو معنا باش كتكون عندكم فكره مكموله والانسان كيدي فكره وكيستافد مزيان. الانسان اللي بغى يستافد يتبع فيديو كامل ويتبع فيديو اللي موراه، مثلا يقدر يكون الجزء الاولي والجزء الثاني اللي كيكملوا باش الانسان كيدي فكره. شفتوا الايطاجيرات ديالي كيفاش قسمتهم؟ قد بعضهم ثلاثه ديال الايطاجيرات وكنعمل الركاب باش كيجيو معوطين مقادين دائما الركاب الخوت، وهذيك اللي واقفين دائما الركاب باش ما كيجيش الطرف ميال اولا كذا. الا عملتي الركاب راه اوتوماتيك راه كيجي مترو كيجي عبار واحد 10 سنتيم كتجي دايره كامله تلقائيا. يعني الركاب دائما تما كتلاحظوا هادو كاملين خدمتهم بالركاب. الرون ديالي شتو كيف دورتو، يعني الطريقه الافضل، يعني حتى ديك الروينه وديك تا الحيط ملي كيجخطنش بزاف، يعني كتوسخي البلاصه اللي خاصها تخدم، كتمشي خدمه نقيه وخدمه في محلها هي هذه الخوت. من بعد ما كندوزو هذا الريقون بي كندوزو الكابلي فيها، يكونوا هادو هاد الايطاجيرات يكونوا فيهم الاضاءه، يكون عندهم ديك سبورتات صغار. كندوزو الانستالاسيون ديالهم دابا باش يعني ما كيوقعش التهرس في الاخر. كما كتلاحظوا كندوزو كابلي كابوطال كنخرجوه بلايص فيها يكونوا سبورتاس، كل ايطاجير كنخرجو له السبورتا ديالو، وكذلك هاد الروند غتكون السبورتا ديالو تا هو. يعني ضروري كندوزوهم قبل ما كنغلفو الجهة الأمامية، قبل ما نغلفوهم باش مكيوقعش التهرس. دابا كنبدا المرحلة ديال التغليف الخص. المرحلة ديال التغليف يعني ساهلة، كتبدا تقطع الطروفة ديالك على حسب ديك الخوة اللي عندنا، يعني دا الروند و بلافون الروند و الريطون بفوقاني، يعني بلاكا ولا بلافو كتقطعو على حسب ديك الروند، يعني كتبدا ماشي معاه على حسب ديك القياس اللي عندنا. كيما كتلاحظو أنا قطعت الطرف ديالي وكنعملو فيلاس مكنزلش، كاين الإخوان اللي كينزل غير الطرف وكيبقى يشارجيلي. يعني شوما كتشوفو الخدمة الخوت كنعمل خدمة الصح، يعني ماشي الخدمة اللي مكنخليوش شي غرام د الشيك مكنخليوهاش، كاين اللي كينزل غير الطرف وكيبدا يشارجيلي، هاديك خدمة ماشي مضمونة 100%. أما ملي كتعمل فيلاس وعاد كتشارجي من فوق كتكون عطيتيها الأمان 1000%، مكتخليش مجال الشك دايما. الخوص الريطون بي يعني كما كتلاحظو كاين الإخوان قلنا كينزل غير الطرف ديال الريطون بي وكيبدا يشارجي عليه، هاديك يقدر في أي ساعة يتخلخل لو ميبقاش شاد. تما كتلاحظو كنعمل فيلاس وعاد من بعد عاود كنشارجي عليهم في الآخر، فيلاس من تحت ومن فوق كاملين كنعطيهم فيلاس إلا لاحظتو. ومازال دابا كما كتشوفوا هاد الريطون بي كنفيكسيه وعاد كنبدا نكوليه في الاخر، يعني ما كتلاحظوا هاد الطرف ديال الريطون بي هذا مازال غنكوليه كامل بحال هذا اللي انتحيت كامل، غادي ندور معاه بالبولوشونات ما كتبقى حتى بلاصه خاويه كامل كيتفيكسا وكيتكولا. وما شفتوا المرحله، يعني قطعنا واحد الشوط يعني وحنا كنفيكسيه، ودابا كتشوفوا المراحل ديال الاخيره ديال التغليف. طريقة سهلة ديال الخدمة، وفاش كيما كتشوفو طريقة مزيانة وسهلة كتجي مزيانة، وفي نفس الوقت انت كتخدم مرتاح. كاين بعض الإخوان كيساعبو على راسهم بزاف الخدمة وماشي في الصالح ديالهم وماشي في الصالح حتى الخدمة الخاص، يعني دايما الخدمة السهلة الممتنعة، يعني هي الحاجة السهلة تخدمها، ولكن بعض الإخوة كتجيهم صعيبة، ولكن علاش هي الخدمة ماشي بالقوة دائما قوة. خدمة بعد ساعات الدماغ يعني الخدمة كتطلب الدماغ أكثر من القوة، قدر الإنسان يبقى يستخدم القوة وما يستخدمش الدماغ يعذب راسو بزاف، يعني خصو يوازن الإنسان بيناتهم، يعني القوة في بعض الحاجات والدماغ يعني كيساعد القوة، يعني هذا كيساعد هذا باش الإنسان كيمشي مزيان. شفتو الطريقة ديالي شاشة التلفاز أولا المكتبة ديالنا كيفاش مشات كاملة، يعني تغلفات. ومن بعد ما كنكوليهم وكذا كنبدا ريباسو، كنبدا ريباسو كنبدا نفيني العجنه تكون زايده، دائما فينيسيون العجنه زايده الخص، ما تكونش العجنه ناقصه بصفه نهائيه، فينيسيون ولا التعمير العجنه ناقصه. بلاصه ديك الريطون بي ديالي كنمشي مع التعمير، ولا كاين شي حاجه في الروند كنعوطها كنقادها مزيان كندي عيني مع الروند، الا كاين شي حاجه خاصها تقاد هذا الروند هذا مهم، يعني خصك في الاخر خصك كدور معاه، الا كان شي الا ما جاش مقاد ولا هادي شي بلاصه اللي خصك تشارجيها كتشارجيها، وبلاصه اللي خصها تحك كتحكها بالكارين اولا الشماندوفو وكتقادو. كما كتلاحظوا الروند ديالي هو رجع معاوط مقاد وداير معاوط، يعني ما فيهش غرام، يعني هذيك يعني
كتمشي مع ضريبه ضريبه يعني يعني كت انسان عينه ميزانه، الميزان خصو المعلم خصو تكون عنده العين ميزان في عينه، حاجه خصك مثلا الضوء الروند خصك تشوفو واش دايره بعين لي طاجيرات ديالي شفتو كيفاش كيفاش عملنا لهم الخوص. هي هذه الشاشه التلفاز ديالنا الخوص بلازما، هذا البلاصه اللي بقى خاويه في الوسط هذه نعملو فيها الحجار، ولكن فيديو جا طويله الخوص يعني لا عملنا الحجار. كاين اغلبيه الاخوان ما كيتبعوش فيديوهات كاملين حتى الاخر، فهاد الفيديو ان شاء الله بحول الله نعمل لكم جوج الاجزاء، الجزء الاولي غادي نخلي لكم فهاد يعني فهاد المرحله، والجزء الثاني ان شاء الله ربي تشوفوا معنا الطريقه ديال تركيب الحجار اللي هو واحد النوع ممتاز النوع زوين وشي حاجه جديده. انتظرونا ان شاء الله ربي في الجزء الثاني باش تشوفوا معنا الحجار، وعتكمل معنا الشاشه التلفاز دابا مازال ما تكملتش النظره، وكذلك تبعوا معنا حتى ما يجي ديك القوس في الكونوار باش عتكمل حتى الشاشه التلفاز. ها هو ديك بلايص كاملين يجي فيهم سبورتاس، قلنا الخوص حتى ديك القوس اللي هيجي في الكونوار حتى هو يزيد واحد التكميله ديك شاشه التلفاز، والحجار اللي غنعملو في هاد البلاصه هادي حتى هو يعطيها واحد جماليه. ولهذا ضروري خصكم تتبعوا معنا الاجزاء كاملين الخوص، تبارك الله عليكم.